في الكثير من الحالات تتعرض الثلاجة لبعض الأعطال البسيطة التي يمكن تجاوزها دون أن نكلف أنفسنا الكثير ودون الاستعانة بمصلح. من بين هذه الأعطال أعطال تسببها هذه القطعة الموضحة أمامنا المعروفة باسم مجموعة الثلاجة أو ريلي كليكسون أو ريلي دو ديماراج. هذه القطعة نجدها مباشرة خلف الضاغط أو خلف الكمبريسور أو المحرك كما هو موضح بثلاث مداخل، نجدها ملتصقة مباشرة هنا يعني عبر هذه المداخل هنا مباشرة. تتشكل من جزئين، الجزء الأول هنا الموضح أمامنا يعني هذا هنا اللي هو المعروف باسم الكليكسون، ملتصق مباشرة على الكمبريسور يعني بمثابة حساس لحرارة الكمبريسور، والجزء الثاني هنا في الداخل المعروف باسم ريلي أو ريلي الثلاجة هنا في الداخل. وهنا طبعا المواقع ربط أسلاك الثلاجة هنا يعني كما هو موضح، هذا الريلي هنا نجده بهذا الشكل هنا. طبعا كما قلت بعض الأعطال يمكن التعامل معها، مثلا إن توقفت ثلاجتك عن العمل وقمت بفصل طبعا الكهرباء ثم إعادة تشغيلها ولاحظت أن هناك بدء اشتغال الكمبريسور أو المحرك ثم بعد ثواني هناك صوت تك أو صوت معين ويتوقف المحرك، وقد يتكرر ذلك يعني صوت تك ويتوقف المحرك أو الضغط. فالمشكل هنا في الريلي يعني بدء الثلاجة هنا يعني هذه القطعة تعرضت للتلف ويجب تغييرها كما قلت. إن ربما لم يشتغل شيء فقط مروحة الثلاجة، قد يكون المشكل هنا في الكليكسون خاصة إن حركت القطعة ولاحظت صوت تك في الداخل. لذلك إن لاحظت هذه النوع من الأعطال من الجيد البدء بدء طبعا بهذه القطعة إن كان لديك قطعة أخرى أو اشتريتها يعني فتكلفتها بسيطة جدا، قم بتغييرها وشغل الثلاجة من جديد وقد تتجاوز المشكل ببساطة. كما قلت الريلي كليكسون يعني يسبب بعض الأعطال البسيطة ويمكنك تجاوزها ببساطة يعني تجدها خلف الكمبريسور أو خلف محرك الثلاجة. كما قلت العطل الأول هنا قد يسببه الريلي إن لاحظت صوت تك ثم يتوقف المحرك وعند التشغيل نفس الشيء يتكرر، فمؤكد أن المشكل هنا. وإن لاحظت أن المحرك لا يشتغل نهائيا فقد يكون المشكل هنا في الكليكسون.